واضحة عندكم الشاشة؟ واضحة. احنا وصلنا الى موضوع equation of line in space. يعني lines and line segment in space او equation of line in space. اذا كان عندي خط مثل ما تلاحظون بهذا الشكل، اذا كان عندي خط لا هذا لاين رمزنا له بالرمز L، يمر بالنقطة P نوت، هاي النقطة P نوت اللي احداثياتها X نوت Y نوت Z نوت، وعندنا فيكتور V، فيكتور V يكون موازي للخط، فيكتور V يكون موازي للخط. فهنا نقرأ الشرع يقول in space a line is determined by a point and a vector. يعني يقول المعادلة الخط نقدر نحصلها عن طريق نقطة، نقطة يمر بها الخط اللي هي هاي نقطة P نوت، وفكتر ينطينا اتجاه الخط، فكتر ينطينا اتجاه الخط. يعني من يقول فكتر ينطينا اتجاه الخط يعني لازم يكون الفكتر موازي للخط مثل ما تلاحظون هنا عندنا بالرسم. فهنا يقول راح نفترض انه عندنا خط اسمه L طبعا بالسبيس، يمر بالنقطة P نوت، هاي النقطة P نوت تكون معلومة احداثياتها X نوت Y نوت Z نوت، موازي الى فيكتور V، الى فيكتور V اللي هو V1I plus V2J plus V3K. فحتى نحصل على معادلة هذا الخط راح نفترض اكو عندي نقطة ثانية تنتمي للخط اللي هي نقطة P، نقطة P احداثياتها اللي هي X Y Z. فمن صارت عندي نقطتين تنتمي للخط بمعنى اقدر احصل على فيكتور بين هاي النقطتين اللي هو الفيكتور P نوت P، ويكون هذا الفيكتور موازي، طبعا ما دام الخط هو موازي لفيكتور V والنقطتين تنتمي للخط، فالفيكتور اللي نحصل عليه الفكتر او المتجه اللي نحصل عليه من هاي النقطتين ايضا راح يكون عندي موازي الى فكتر V، يعني معناها اثنيناتهم بنفس الاتجاه. هنا راح حتى نشتق معادلة هذا الخط راح نفترض بانه الفكتر الاول اللي هو P نوت P يساوي لي، طبعا هنا قلنا الفكترين هم بنفس الاتجاه، الفكتورين هم بنفس الاتجاه، لكن مو شرط انه يكونون هم متساويين بالطول. فلذلك شو نسوي؟ حتى نساوي هاي المتجهين راح نجي نضرب فيكتور في بسكيلر اسمه تي. هنا يقول التي هو سكيلر باراميتر، يعني كميه بدون اتجاه تعتمد على موقع النقطه بي، موقع النقطه بي على الخط. فراح نستفاد من هاي المعادلة اللي هي ال P نوت P يساوي لي T في V. طبعا ال P نوت P اللي هو متجه بين النقطتين P نوت و P، فراح يكون عندي X minus X نوت I Y my plus Y نوت Y minus Y نوت J plus Z minus Z نوت K، راح يساوي لي T، وفكتور V أيضا راح أعوض مكانه اللي هو V1I زائد V2J زائد V3K. فبما أنه عندي المعادلتين متساوية، معادلتين متساوية بمعنى راح يكون عندي مركبة I بالطرف الأول اللي هي X minus X نوت تساوي لي مركبة I بالطرف الثاني، طبعا نلاحظ انه هذا T راح ينضرب بال V1 وينضرب بال V2 وينضرب بال V3، اذا مركبة I بالطرف الثاني اللي هي T V1، T V1. اذا نقلت هاي ال X نوت اللي اشارتها سالب للطرف الثاني راح تكون موجبة، فراح نحصل على هاي المعادلة اللي هي X تساوي لي X نوت بلس T V1. بنفس الطريقة عندي مركبة J اللي هي Y minus
واي نوت تساوي لي مركبة جي بالطرف الثاني اللي هي تي في في 2 تي في 2. إذا نقلت الواي نوت أيضا إشارتها سالب للطرف الثاني راح يصير عندي واي نوت بلس تي في 2 اللي هي هاي المعادلة الثانية. بنفس الطريقة عندي زد ماينس زد نوت زد ماينس زد نوت راح تساوي لي تي في 3 تي في 3. وإذا نقلت الزد نوت للطرف الثاني أيضا راح نحصل على زد يساوي لي زد نوت بلس تي في 3 اللي هي هاي تمثل لنا معادلة الخط بالفراغ معادلة الخط بالفراغ. فلو نلاحظ هنا بالمعادلة طبعا المعادلة دائما تكون عندي تبقى بدلالة تي معادلة الخط تبقى عندي بدلالة تي. فهنا نجي نلخص شنو هي متطلبات معادلة خط بالفراغ. من يجيكم سؤال find the equation of a line in a space لازم عندي نقطة اللي يعني مباشرة الطالب يبدي يفكر أنه نحتاج إلى نقطة اللي هي هاي الـ X نوت والـ Y نوت والـ Z نوت المفروض عندي من النقطة نقطة تنتمي للخط نقطة تنتمي للخط ونش نحتاج عندي إلى متجه موازي للخط حتى أحصل من عنده على V1 و V2 و V3 ونطبق هاي المعادلات الثلاثة اللي هي الاكس تساوي لي اكس نوت بلس تي في 1 الواي تساوي لي واي نوت بلس تي في 2 وزد تساوي لي زد نوت بلس تي في 3. اذا حتى نحصل على معادلة خط بالفراغ نحتاج الى نقطة تمر تنتمي للخط او نقطة يمر بها الخط والى فكتر موازي للخط هاي هذا الفكتر لازم يكون موازي للخط مثل ما مرسوم هنا عندنا بالشكل. خلينا ناخذ مثال ونشوف هذا المثال شو يقول. يقول find the parametric equation for the line through P note يعني يمر بنقطة P note. إذن هنا هاي نقطة P note إحداثياتها معلومة يعني راح يعني هنا اللي هي ال X note يعني هاي تمثل لي ال X note اللي هي سالب 2 والصفر هو ال Y note والأربعة اللي هي ال Z note. هاي عندي الـ X نوت والـ Y نوت والـ Z نوت parallel to يعني يوازي vector V يعني معناها الاثنين هنا تمثل لي V1 الأربعة تمثل لي V2 والسالب اثنين تمثل لي V3 يعني هذا السؤال هو تطبيق مباشر للقانون لأن النقطة عندي معلومة والمتجه الموازي للخط أيضا عندي معلوم فراح أجي أطبق القانون فراح أجي أقول X يساوي X نوت اللي هي سالب 2 X نوت يساوي لسالب 2 زائد T V2 ال V2 نجيبها من عفوا T V1 نجيبها من الفكتر اللي هو مركبة I اللي هي هنا عندي 2 فراح يصير عندي زائد 2 T ال Y راح يساوي لي Y نوت Y نوت اللي هي 0 زائد زين V2 اللي هي 4 فراح يصير عندي 0 زائد 4 T Z أيضا Z نوت Z نوت تساوي لي 4 وعندي V3 سالب 2 فراح يصير عندي 4 ماينس 2 T. إذن هاي هي معادلة الخط المعادلة الخط المطلوبة. هذا التعويض هذا التعويض طبعا حتى الرسم هذا الرسم تلاحظون الرسم هو فقط يعني للأطلاع ما مطلوب من عندكم الرسم وهذا التعويض أيضا الغاية من عنده هو حتى نفهم شنو يمثل لي هذا التي. زين نلاحظ هنا إذا عوضنا بدل التي صفر بالمعادلة راح نحصل على يعني هنا الإكس راح يساوي لي سالب 2 الواي يساوي لي صفر الزد يساوي لي 4 اللي هي نفسها نقطة بي نوت اللي هي هاي نقطة بي نوت اللي موجودة عندي على الخط هاي أحداثياتها سالب 2 بصفر بأربعة اللي هي عندما تي يساوي لي صفر. إذا عوضنا
مثلا التي يساوي لي واحد، اذا عوضت التي يساوي لي واحد راح يطلع عندي الاكس يساوي لي صفر، الواي يساوي لي اربعة، الزد يساوي لي اثنين، اللي هي نقطة تنتمي ايضا للخط. يعني هنا شوف هنا كل ما نعوض قيمة للتي، كل ما نعوض قيمة للتي راح نحصل على نقطة تنتمي للخط. كل اي قيمة للتي اعوضها بمعناها راح احصل على نقطة تنتمي للخط. ايضا هنا عندما t يساوي الاثنين راح احصل على الاكس يساوي الاثنين، الواي يساوي الثمانية، زد يساوي لي صفر، اللي هي هاي النقطة، هاي النقطة مثل ما تلاحظون ايضا تنتمي للخط عندما t يساوي لي اثنين. اذا هذا t هو scalar value، معنى كل ما نعوض قيمة له نحصل على نقطة تنتمي الى الخط. طبعا هذا التعويض من يجيكم سؤال بالامتحان مطلوب المعادلة، هذا التعويض انتم ما مطالبين به، هذا الآن مخلي فقط للتوضيح. اذا انت بس حصلت لي على المعادلة يعتبر حل السؤال انتهى. اذا عندكم سؤال او استفسار على هذا المثال او على الموضوع قبل ما ننتقل الى موضوع اخر. ها طلاب دكتور، يعني بس سؤال فقط، نوجد المعادلة ما يحتاج تعويض؟ لا ما تحتاج هذا التعويض، أنا حتى بس تفهم شنو هذا التي. زين هذا التعويض أنت ما مطالب به. طبعا احنا يعني تلاحظون أنا هنا نطيت مثال يعني حل دكتور مباشر. نعم دكتور، المشاركة مال الشاشة لغت. لغت؟ نعم أنت بالغلط لغيتها. تمام دكتور. نعم تلاحظون أنا هنا المثال اللي انطيته هو يعني مجرد تعويض مباشر بالقانون. زين طبعا راح إن شاء الله بالدوام الحضوري يعني أكو عندنا مجموعة أمثلة، يعني أنا أريد أكمل الموضوع يعني المسافة ومعادلة المستوي حتى بعدين نبدي نأخذ يعني أمثلة إضافية تخص هاي المواضيع. هذا موضوع اللاين ان سبيس، يعني معادلة خط بالسبيس ومعادلة مستوي، هذا يعني موضوع يعني جدا مهم. يعني كل ما تمتحن بالفكتر لازم يجيك سؤال يخص معادلة اللاين ومعادلة المستوي، فلذلك دائما هذا موضوع مهم واللي أريده من عندكم أن تركزون عليه. يعني من حتى من ناخذ معادلة المستوي حتى تشوفون شنو الفرق. هنا بمعادلة الخط دائما نحتاج إلى نقطة تنتمي للخط ومتجه موازي للخط، هاي مهمة. متطلبات معادلة خط بالفراغ نحتاج إلى نقطة تنتمي للخط ومتجه موازي للخط. من يجيك سؤال find the equation of the line أنت اهتماماتك تكون على أنه شلون تحصل على النقطة اللي تنتمي للخط وعلى المتجه الموازي. من حصلت هاي الكميتين النقطة والمتجه الموازي مباشرة راح تجي تطبق هاي القوانين، يعني القوانين الخاصة بمعادلة المستقيم اللي هو هاي الـ X والـ Y والـ Z، وينتهي حل السؤال. ايضا عندنا شلون نحصل على the distance from a point to a line، يعني المسافة ما بين line ونقطة. عندي هاي نقطة S مثل ما تلاحظون هنا بالرسم، وعندي هذا line، والمطلوب من عندي هاي المسافة، طبعا اكيد المسافة لازم تكون عمودية، المسافة العمودية ما بين نقطة S واللاين اللي أنا مسميها هنا D، اللي نسميها هنا أنا D. فطبعا إحنا عندنا اللاين لازم يعني يكون عندي يمر بنقطة و
وعندي فكتر موازي للخط، لأنه أصلا إحنا معادلة الخط حصلنا عليها من نقطة تنتمي للخط ومتجه موازي للخط. هنا إذا جينا ما بين نقطة P ونقطة S بفكتر راح نسميه هنا اللي هو PS، هذا فكتر PS وفكتر بين نقطة P ونقطة S، فراح تكون عندي هنا زاوية ما بين الفكتر PS واللاين، هاي زاوية راح نسميها ثيتا. المسافة هاي اللي احنا نريدها هي المركبة المقابلة للزاوية، المركبة المقابلة للزاوية، يعني هسه هذا فكتر PS، هذا فكتر PS إذا حللناه إلى مركبتين راح تنطيني مركبة باتجاه فكتر V ومركبة عمودية، هاي المركبة العمودية اللي هي تمثل لي المسافة. فإذا هنا ما دام مركبة عمودية فمعناها الوتر اللي هو الـ PS مضروب في ساين ثيتا، دائما عندنا المركبة المقابلة للزاوية تأخذ عندي ساين ثيتا. زين، احنا عندنا طبعا انا هنا كاتب القانون مباشر بس راح افصل لكم اياه هنا. بما انه عندي بي اس ساين ثيتا، الساين موجود عندي بقانون الكروس برودكت لو الدوت برودكت بالكروس. لا، فاذا قلت بي اس كروس في PS كروس V وأخذت لها الماجنتيود يعني القيمة، لأنه بما أنه إحنا عن نحسب مسافة، المسافة ما تحتاج إلى اتجاه، فنأخذ الماجنتيود. شو يساوي لي؟ يساوي لي الماجنتيود أو الطول لفكتر PS في الطول لفكتر V في ساين الزاوية بيناتهم، هذا قانون الكروس برودكت. زين، احنا المسافة مالتنا دي هي تساوي لي PS ساين ثيتا، فاذا قسمت على الماجنتيود اوف V حتى احصل على PS ساين ثيتا، يعني هنا PS ساين ثيتا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الماجنتيود للكروس برودكت، يعني PS كروس V على الماجنتيود لـ V، واللي هو هذا تلاحظون هنا أنا مخليه هنا مستطيل. إذن قانون المسافة نقدر نحسبه من ماجنتيود of PS sin theta فقط إذا كانت عندي الزاوية متوفرة، أقدر أستخدم هذا الجزء الأول من القانون إذا كانت الزاوية عندي متوفرة. أما إذا كانت الزاوية عندي ما متوفرة، الزاوية عندي هنا ما متوفرة، فأستخدم الجزء الثاني من القانون اللي هو PS كروس V، طبعا ماجنتيود يعني الطول، على طول فكتر V وأحصل على المسافة. إذن خلي نشوف هذا المثال، نطبق على القانون. يقول find the distance from the point S، هنا عندي هاي النقطة point S أحداثياتها 1 1 بـ5 واللاين اللي معادلته x يساوي لي 1 زائد t، y يساوي لي 3 ناقص t، وz يساوي لي 2 t. طبعا هنا لو تلاحظون انه احنا نحتاج نقطة b اللي تنتمي للخط، ونحتاج فكتر v اللي هو موازي للخط. المعلوم عندي هو معادلة الخط. فبالعكس شلون قبل شوية من حصلنا على معادلة الخط، عندي نقطة وعندي متجه موازي. إذا كانت عندي المعادلة أقدر أحصل على النقطة والمتجه الموازي من المعادلة، يعني عملية معاكسة للمثال اللي حليناه قبل قليل. فهنا عندي الـ X يساوي لي، هنا عندي الـ X يساوي لي 1 زائد t، فالواحد هنا شي يمثل لي الـ x0.
زين احنا يعني خلي الاكس يساوي لي اكس نوت زائد في زائد واحد في في 1 تي زائد في 1 تي. اذا الرقم اللي هذا الوحده هو يمثل لي الاكس نوت، معامل التي هو في 1، معامل التي اللي هو في 1، يعني معناها هنا في 1 تساوي لي 1. من نجي الى الواي الثلاثه هاي راح تمثل لي الواي نوت، مثل لي الواي نوت، معامل التي اللي هو في 2 يعني معناها سالب 1. هنا نجي الزد يساوي لي 2 تي، ماكو رقم يعني معناها زد نوت، زد نوت يعني كأنما عندي صفر زائد، فالزد نوت هنا تساوي لي صفر، وفي 3 اللي هو معامل التي يساوي لي 2. اذا النقطة، شوفوا اذا النقطة هنا انا ايش قايل، from the parametric equation of the line، النقطة اللي هي البي اللي هي احدى 1 3 بصفر، وفكتر في اللي هو يعني تلاحظون هنا في 1 1 يعني اي ناقص في 2 اللي هي سالب 1 يعني سالب جي زائد 2 كي. فمن اللاين رجعت عملية يعني بالعكس، احصل على النقطة واحصل على الفي. ليش؟ لانه انا بمعادلة المسافة احتاج النقطة واحتاج الفي، احتاج النقطة واحتاج الفي. من حصلت على النقطة تلاحظون هنا عندي فيكتور بي اس، فيكتور بي اس اللي هو الفيكتور الواصل ما بين نقطة بي ونقطة اس. نقطة بي حصلناها من اللاين من معادلة الخط، ونقطة اس معلومة عندي بالسؤال، اذا راح اقدر احصل على الفيكتور بي اس، فراح يكون عندي 1 ناقص 1 اي زائد 1 ناقص 3 جي زائد 5 ناقص 0 كي. فبالنتيجة راح يكون عندي الفكتر بي اس يساوي لي سالب 2 جي زائد 5 كي. فهنا حصلنا على الفكتر بي اس. فكتر في ايضا حصلنا عليه من معادلة الخط، اجي انفذ كروس برودكت، لانه البسط هنا عندي هو كروس برودكت ما بين فكتر بي اس وفكتر في، فراح اجي هذا كروس برودكت بين فيكتور اس بي اس وفيكتور في، راح يكون عندي اي جي كي مرتبات فيكتور بي اس اللي حصلنا عليه اللي هي صفر، لان هنا عندي الاي هنا كانما عندي صفر اي، زين لانه مركبه الاي ما ظهرت عندنا، فصفر سالب 2 ب5 مركبات فيكتور في ايضا اجيبها 1 بسالب 1 ب2 وانفذ يعني الديتيرمننت الهاي المصفوفة، فراح يكون عندي ناتج الكروس برودكت هو اي بلس 5 جي بلس 2 كي. اذا اني حصلت على الفكتور بي اس. القانون مالتنا شو يقول؟ الماجنتيود يعني الماجنتيود لناتج الكروس برودكت على الماجنتيود لفكتور في، فراح اجي اطبق قانون الماجنتيود على الفكتور بي اس اللي هو هذا، فراح يكون عندي مركبة الآي هنا عندي كأنما عندي 1، فراح يكون عندي 1 تربيع 1 زائد 5 تربيع اللي هي 25 زائد 2 تربيع اللي هي 4 على الماجنتيود أو الطول لفكتر في، فكتر في اللي هو آي ناقص جي زائد 2 كي. أيضا راح أجي أطبق قانون الطول، مركبة الآي تربيع راح ينطيني 1، مركبة جي تربيع ينطيني 1، ومركبة الكي تربيع ينطيني 4. هنا خلينا شوية نفصل الناتج، هنا راح يطلع عندي طبعا 1 زائد 25 زائد 4 راح يطلع عندي جذر 30، جذر 30 على طبعا هنا جذر راح يعطيني جذر 6. فطبعا جذر 30 إذا حولتها إلى 5 في 6 ووزعت الجذر يعني راح ينطيني جذر 6 في جذر 5 على جذر 6، واختصار الجذر 6 ويا جذر 6 راح يبقى عندي الناتج اللي هو مثل ما تلاحظون يساوي لي جذر 5. هذا نعم، يعني اكو سؤال؟ لا دكتور ماكو سؤال،
دكتور اود جذر نوزعه ماشي. يعني خليه على البسط وعلى المقام كليته وراح 30 على 5 كيفك يعني تقدر تقول هي جذر جذر 30 على 6 وتختصر نفس الشيء يعني المهم هو مجرد يعني رقم حتى زين فماكو اي مشكله ان شاء الله. هذا ايجاد مسافه ما بين لاين ونقطه حسب القانون اللي ذكرنا. زين نجي الان الى معادله equation of a plane in space. معادله مستوي تلاحظون هذا الشكل يمثل عندي مستوي. زين عندي نقطة بي نوت نقطة تنتمي للمستوي هاي نقطة معلومة. شلون معادلة الخط كانت النقطة بي نوت أيضا معلومة اللي هي إحداثياتها X نوت Y نوت Z نوت. وعندي هنا فيكتور N تلاحظون هذا فيكتور N هنا بدأ من هنا. زين هذا الفيكتور شو هذا تلاحظون هو عمودي على المستوي. فيكتور N هو عمودي على المستوي. أيضا نفس العملية راح نختار نقطة أخرى تنتمي للمستوي راح نسميها P إحداثياتها X Y Z. ما دام عندي نقطتين إذا أقدر أحصل على فيكتور ما بين هاي النقطتين. فتلاحظون هنا شو يقول يعني الشرح يقول نفترض أنه عندنا مستوي سمانا يا M يمر بنقطة P نوت اللي إحداثياتها قلنا X نوت Y نوت Z نوت اللي هي معلومة and is normal يعني عمودي على vector N. هذا الفيكتور N يعني المستوي عمودي على الفيكتور أو نقول الفيكتور عمودي على المستوي نفس المعنى. هذا الفيكتور اللي هو AI زائد BJ زائد CK يعني كمركبات. فهنا إذا حصلنا على فيكتور بين نقطة P ونقطة P نوت تلاحظون هنا عندي هاي نقطة B وحصلنا على الفيكتور P نوت P. فهنا ما دام هذا الفيكتور P نوت P أو P نوت P نعم ضمن المستوي والفيكتور N عمودي على المستوي إذا راح يكون عندي فيكتور N عمودي على هذا الفيكتور فنعرف احنا عندنا أخذنا سابقا قلنا أي فيكتورين متعامدين راح يكون عندي الدوت برودكت بيناتهم شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. أي فيكتورين متعامدين الدوت برودكت بيناتهم يساوي لي صفر. فراح أنفذ راح أطبق هاي المعادلة راح أعوض بدل فيكتور N بأي I زائد بي جي زائد سي كي اللي هو الفيكتور اللي عندنا وفيكتور بي نوت بي اللي هو فيكتور يعني يمر بنقطتين. فراح يكون عندي X نوت X ماينس X نوت I لأنه أنا عندي النقطة بي نوت إحداثياتها X نوت Y نوت وZ نوت وعندي نقطة P اللي احنا فرضناها اللي إحداثياتها X Y Z فراح يكون عندي الفكتر الواصل ما بين هاي النقطتين هو X minus X نوت I plus Y Y minus Y نوت J plus Z minus Z نوت K. طبعا هنا عندي هذا احنا ايش عندنا دوت برودكت بيناتهم طبعا يساوي شنو يساوي لي صفر. فبالدوت برودكت احنا نعرف نضرب مركبة I في مركبة I فراح يكون عندي A راح ينضرب في ال X minus X نوت مركبة J في مركبة J راح يكون عندي ال B راح ينضرب بال Y minus Y نوت ومركبة K اللي هو ال C راح ينضرب ايضا في مركبة K اللي هي Z minus Z نوت فراح يصير عندي C في Z minus Z نوت يساوي لي صفر. طبعا هنا يعني اذا فتحنا الاقواس حتى يعني نفصل لكم اشتقاق القانون. اذا فتحنا الاقواس ايش راح ينطيني A X
minus a x naught زائد b y minus b y naught زائد c z minus c z naught يساوي لي صفر. فطبعا هنا الـ الكميات اللي بيها الـ X والـ Y والـ Z زين راح أنزلهن اللي هو الـ AX زائد BY زائد CZ. الكميات اللي هي minus AX not و minus BY not و minus CZ not إذا نقلتها للطرف الثاني راح تكون إشارات موجبة، وهي طبعا يعني راح تنطيني لأنه الـ A جبناه من الفكتر والـ X نوت معلومة، يعني هاي أرقام إذا نقلتها للطرف الثاني زين وسميتها D، يعني تلاحظون هنا الـ AX نوت الـ BY نوت الـ CZ نوت زين مجموعهم كله راح أسميه D، فراح تكون عندي معادلة المستوي اللي هي هاي AX زائد BY زائد CZ يساوي لي D، والD أحسبه من خلال هاي المعادلة. فإذا هنا انشفنا أنه بمعادلة البلين معادلة المستوي نحتاج نقطة تنتمي للمستوي ومتجه عمودي على المستوي، وهاي لازم تفرقون بينها وبين معادلة الخط. بمعادلة الخط شفنا أنه إحنا نحتاج إلى نقطة تنتمي للخط ومتجه موازي للخط، بينما معادلة المستوي راح نحتاج إلى نقطة تنتمي للمستوي ومتجه عمودي على المستوي. هاي لازم تفرقون بيناتها. بمعادلة الخط أحتاج إلى متجه موازي للخط، وبمعادلة المستوي أحتاج إلى متجه عمودي على المستوي. أيضا هنا من يجيكم سؤال المطلوب بإيجاد معادلة المستوي، رأسا مباشرة نفكر نقول شنو هي متطلبات معادلة المستوي. متطلبات معادلة المستوي نقطة تنتمي للمستوي ومتجه عمودي على المستوي. إذا حصلت على النقطة والمتجه، النقطة راح تنطيني الـ X نوت والـ Y نوت والـ Z نوت، والمتجه العمودي مركباته أحتاج من عندها الـ A والـ B والـ C، فإذا راح نقدر مباشرة نطبق معادلة المستوي. راح نأخذ هذا المثال اللي هو يعني مثل ما تلاحظون تطبيق مباشر للقانون، وبعدين نبدي يعني نتوسع إن شاء الله بالمحاضرة يعني من نأخذ يوم الأربعاء إن شاء الله نأخذ أمثلة أخرى يعني نشوف أنه يعني أكيد بالامتحان ما راح تجيك النقطة والمستوي يعني جاهزة، لا يعني شلون نبدي عاد نفكر إحنا شلون نستثمر معلومات اللي عندي بالسؤال حتى أحصل على النقطة وأحصل على المتجه العمودي حتى أحصل على معادلة المستوي، أو شلون أحصل على النقطة والمتجه الموازي إذا كان المطلوب من عندي معادلة الخط. فهنا هذا السؤال هذا المثال يقول find the equation of the plane through يعني يمر بالنقطة P not. إذا هاي النقطة P not معلومة عندي اللي يعني هنا راح تكون عندي الأحداثيات مالتها، يعني هاي تمثل لي الX not اللي هي سالب 3، الY not هنا عندي 0، والZ not اللي هي 7. perpendicular عمودي، تلاحظون هنا يعني كلمة normal، كلمة perpendicular، كلمة orthogonal كلها تعني عمودي. إذا هذا الفكتر الN أيضا معلوم اللي مركباته الA اللي هي 5 والB اللي هو 2 والC اللي هو سالب 1. إذا هنا هذا تطبيق مباشر عندي من القانون، فراح نقول من الفكتر N من المتجه نحصل على الـ A اللي هي تساوي لي 5، الـ B تساوي لي 2، والـ C تساوي لي سالب 1. من النقطة نحصل على الـ X نوت
اللي تساوي لي سالب 3 الواي نوت 0 والزد نوت تساوي لي 7. فبما أنه كل المعلومات اللي أحتاجها بمعادلة المستوي موجودة راح أطبق المعادلة. أول شيء شنو؟ أحسب الدي، أحسب الدي اللي هي تساوي لي AX نوت بلس بي واي نوت بلس سي زد نوت. فطبعا الاي يساوي لي 5، الاكس نوت سالب 3، البي 2، الواي يساوي لي 0، السي سالب 1، والزد نوت تساوي لي 7. فراح ينطيني الناتج يساوي لي سالب 22. فارجع وين؟ ارجع لهاي المعادله، هاي المعادله، هاي معادله المستوي. زين، فاقول اي اكس، الاي عندي 5 فراح ينطيني 5 اكس، زائد بي واي، البي يساوي لي 2 زائد 2 واي، ناقص سي زد، السي هو سالب 1 فراح يصير عندي ناقص زد يساوي لي دي. احنا الدي حسبناها تساوي لي سالب 22، اذا راح يكون عندي معادلة المستوي اللي هي 5 اكس زائد 2 واي ناقص زد يساوي لي 22. هاي هي معادلة المستوي المطلوبة. انا عندنا ماشي، نتوقف احنا، خلينا نتوقف اليوم هنا، لانه هاي الاسئله، هاي الاسئله اللي راح تجينا يعني نشرحها بالحضوري احسن ان شاء الله. خلينا نتوقف ان شاء الله دكتور.